القمع السعودي الخليفي لم يعد مقتصرا على الداخل، بل امتد ليصل إلى قلب قصر هيئة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الذي يستضيف اجتماعات الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان. سياسات قمع الأصوات المعارضة وحظر كافة أشكال حرية التعبير ومضايقة الإعلاميين واضطهادهم ظهرت وبشكل جلي في مدينة جنيف وأثناء ندوة نظمتها السعودية حول ما تسميه بأعمالها الإنسانية في العالم. كانت بداية القصة مع الإعلامي البحراني موسى عبد علي، الذي كان يمارس عمله الصحفي المجاز بتصوير الندوة، لكن سفير البحرين لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف فقد أعصابه وهاجم كاميرا موسى. هاي حادثة يعني تبين بأن شلون الخليفيين يتعاملون مع الـ مع الـ مع الأحداث في البحرين، يتعاملون مع الـ مع الإعلاميين في البحرين، يتعاملون شلون يمنعون الصحافة أو يمنعون الإعلاميين من التحدث أو نشر الصور الحقيقية إلى لما يحدث في البحرين. القمع لم يتوقف عند الإعلامي عبد علي الذي جرى إخراجه من القاعة رغم الاعتداء عليه، بل طال أحد الناشطين اليمنيين الذي طلب الإذن بالحديث، لكن السفير السعودي فيصل طراد رفض منحه الإذن واستعان برجال الأمن لإخراجه. لو سمح، اليمن فيها أكثر من 10,000 شهيد جراء فيضان. إلا أنني كنت أتحلى بالصبر. يوم أمس رفعت يدي مرارا وتكرارا لكي أتكلم. هم يتحدثون عن الإغاثة الإنسانية لليمن وسوريا ولبعض الدول. أنا كنت أريد أن أتكلم وأطرح حقيقة هامة، أننا نحن في اليمن لسنا بحاجة إلى إغاثتهم ولا مساعدتهم، نحن بحاجة إلى وقف عدوانهم الغاشم الذي دمر الحجر والشجر والبشر. إلا أن السفير السعودي يعلم أن ما سأطرحه سيكون موجع ومؤلم، فرفض رفضا قاطعا أن أتحدث. ممارسات تكشف عن الطبيعة القمعية للنظامين الخليفي والسعودي وأمام أنظار المجتمع الدولي وفي داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث السعودية عضو أساسي فيه، وفي ذلك مؤشر على مدى سطوة المال السعودي الذي أوصلها إلى المجلس ونصب سفيرها على رأس أعلى هيئة استشارية فيه للمساعدة في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في العالم. Is one of its priority and it's a top priority for the custodian of the Turkish mosque, King Salman bin Abdulaziz.